اهلا وسهلا البنات، كداري لبس ليكم؟ كداري ما صحنت بنا تكونوا بخير وعلى خير اموركم هانية. اش كتعودوا بخير عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد، في فلوج جديد. مهم كما كتشوفوا يلا فايقة فايقة مع طلا، بلا ما نقول لكم صعبش ما صدبكمش، ولكن راني بايتة فايقة بايتة، باقا عندي داك الكالاكتير وداك الجو ديال رمضان، راني باقا ماشي عليه. كنسهر بالليل وكنصبح نعسة، هذا هو المشكل اللي فيا. ويلا فقط ندير واحد الكويس قهوه نتوما معايا، انا واحد الكويس قهوه نديرو باش يرجعني المورال. صراحه خديت هذه الماشينه البنات نفعتني، ديال القهوه واحد كاع ما بقاش يتعذب. سهله دابا كتقلعي حلا منا صافي، نقلع نص كافي انا نوريكم كتنفع صراحة. نولي نحطها هنا وندير الحليب، اللي بغي يشرب قهوة هكاك حلا يشربها، ولكن اللي كيبغي يبغي يعني ميكس بحالي انا وندير على حساب اوتوماتيك، ندير على حساب الكاس شحال ما بغيت. هنا الكوب نص صافي، وكديري هكا صافي كتخليها هكا تخوى على خاطرها، زوينة الصراحة كتنفع. احسن من عاد سخني الحليب بوحدو، ديري هادي بنيس كافي بوحدها هادي وكتهني راسك وكتجيب حل ديال الزنقة. الله على كويس ستو، انا كنبغي القهوة. شتي كويس، ندير القهوة من داكشي كابوتشينو، عندي شنو سميتو ستاربكس، عندي كلشي، ندير في السكر، نجيب السكر وانا جالسة ندير في السكر، انا من عشاق سنيدة. درت ثلاثة المعالق بحر باش هادي الا جات، ندير كرواسات سخون. هذا هو فطوري، لا هذا حليب شوكولا، هذا حليب كابوتشينو، حليب مع كوفي. واش شفنا هذا هو فطوري حرشه، كنت قلت لكم ندير كرواسه ساتشي حرشه، ديت شحال ما كانش الحرشه مع الزبده. روح معايا ماهوي، هاي قول لهم هاي. السلام عليكم، شو اخباركم؟ كل عام وانتم بألف خير، عيد مبارك سعيد. كل عام وانتم بألف خير، عيد مبارك سعيد. قول لهم احبكم وايد، احبكم وايد، اتمنى اعطيكم عيدية، انا اسمع انتم تبون تعطوني عيدية وكل شيء اعطوكم. فطرتوا اشياء لذيذة. يلا قول لهم بس احبكم وادعي معهم، يلا ادعي معهم بس. احبكم وادعيكم. دعي لهم دعي لهم. ادعي لكم يا رب يحفظكم وكل هالفطور تكون طعمها لذيذ يا رب يا رب. ايوا ها انتو شفتو ما قاس ادعي معاكم. يا اهلياتي ويا صحاباتي ويا حبيباتي، ما نقولكمش مشيت صباح، شتو الصباح ما نعساش، يعني كنت واخده ديريكت حتى الليل، شتو من صورت لكم كنت يلا فايقه. واحد الحاله ولات عندي واحد 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 الدهشه، راني مداخله مدهشره فيها، راه لا حول ولا قوه الا بالله. الناس في الظلمه ونفيق في الظلمه، واش من حياه اختي هادي، واش من حاله يا اختي هادي، ما تنفعش. دابا والله الا ندوش قلت الله ينعل الشيطان، اصلا دابا فايقه معايا، فايقه خاسره، فايقه مع مع الليل كنوض كنلقى الظلمه، نايضه خاسره، كنقول اش هاد الشيء اللي راني جالسه ندير. نط قلت نوض نفطر وندوش، نعل الشيطان، نغسل ما يعني حين ماكي شويه باش نغير الجو، لانني نط خاسره ديال بصح، خاسره كما قلت لكم ديال بصح. هو هذيك دابا ماركيت عندكم معايا الكوزينه، شوفوا الدار عندي كلها باقا مقلوبه، شوفوا كلشي كلشي راه باقي مقلوب كما وريتكم، خصني غير نقي وننظف. عندي الاضاءه اصلا في هذا البيت ناقصه، وعندي المواعن هنا كما نعس كنعس في الصالون، كما ان شاء الله غادي ندير لكم زوله في بيتي ونوريكم حوايج من خديت والعروض وكلشي. فها انتم شوفوا حالتي مع المواعن، هانتوما شوفوا حالتي مع المعن كنخليهم.
فخليتهم ديال الصباح ديال البارح فني كان صاحب صحاباتي تعشاو عندي وكل شيء. جبت الصفا وداك الشيء ودرت انايا الكسكروط وتعشينا وجلسنا سهرانين حتى الصباح. ويا هذيك دابا نغسل غير معاكم لما عند غيات ونسوني وانا معاكم ما نبقاش غنتكاسل. وانا عاوتاني شتو شوفوا شحال تصير انا شتو عاوتاني الى درت كنشوفيا معكم شويه. يلا كملت كما شفتوا غسلت المهنات واخا راني غير كنكلف على راسي ما قادراش. هاد النهار عندي مبعثر سبحان الله سبحان الله. كل نهار وجوه كل نهار ونهار وكل نهار كما نقولوا كل نهار ورزقه. فبزاف كيجيوني واحد السؤال كيتكرر عليا ديما ياسو ممكن نكون دايره لايف في تيك توك او انستغرام او فرقمي كتصيفطوا لي حتى فرقمي حسنا مالكين تيو كنزا ما بقيتوش كي كنتو واش مديها بزين وياك لاباس علاش زعما ما بقيتوش تهضروا مع بعضياتكم البنات. الله يلعن الشيطان الله يلعن الشيطان اللي كيصيفطوا لي هاد الميساجات والله يلعن في الشيطان كاع في الميتة. حنا كنا مديها بزين واش غنطلع في السوشيال ميديا نقول مديها بزين وانتم عارفيني انا وكنزا 10 ديال 3 سنين 4 سنين دابا دخلنا في ربع سنين ما شاء الله. قبل ما تكون المرحومه خالتي خديجه الله يرحمها فما عمرنا ما شاء الله دابزنا ما عمرنا يعني ومشيت عندهم لتركيا ماشي زعما كيسحب لهم انا اللي مشيت لتركيا وتناقشت بالعكس بالعكس انتوا واش شفتوني شحال مره طاقيت طلعت انا وياها في تيك توك انا وكذا ما عمرنا دابزنا وما عمرنا دابزو الحمد لله الله يخلي صحبتنا عندنا واحد الصحبه يعني نقيه بيناتنا متفاهمين كنضحكوا كنشطوا ندابزوا ونرجعوا يعني ماشي ندابزوا نضاربوا هكا كنصافطوا ونرجعوا كاي اخت مع اختها ماشي كاي صاحبه. بالعكس ما عنديش كاع داك البروبليم انني ندابزه وكذا. فالناس اللي كتقولوا لي واش مدابزين سبحان الله اختي حاش مدابزين ارتاحوا ليا مع راسكم ما رحناش مدابزين صحابات. يلا دابا صيفط لها ميساج وصيفط لي ميساج ديما كنهضروا واخا حنا مشغولين ولكن كنفكر في بعضياتنا كنهضروا واخا نجلس مده كاع ماكسيمو 15 يوم ما نتواصلش انا وياها. فمن هنا كنهضروا اهلا كي دايره لاباس كي دايره كلمه في يعني كنروح معاها كنبقاو نضحكوا بيناتنا فين غبرتي توحشتك هادي فما كاناش كاع داك النزاعات. شوفوا انا بالعكس انا ماشي من غير كنزا من حيث الجانب تاع كنزا مع ناس تانيين في السوشيال ميديا من غير صحاباتي البخايفات يعني ناس في السوشيال ميديا ما عمرني دابس مع شي وحده وخرجت لعيب ما عمرني ما تفهم انا عندي ديك العقليه ما تفهمتش معاك كنصاحب. اما باش نخلي بيني وبينك العيب انا ما عنديش اول حاجه مع المعاطيه وما نطلعش ندابز مع الناس وما نطلعش نتحاطى مع صحاباتي واخا يصرى اللي يصرى. اختي ما تفهمتش معاك كنصاحب سالينا علاش نخرج وندابز ونبين للناس بلي راني ندابز دايره فلانه فلتانه. هذا كيجيني اصلا غجال وتخربيق وبنادم قلت ما يدار. اما بالعكس انا صاحبتي ما لي دخل بالمواقع التواصل دابزنا بيني وبينها علاش غنطلع. بالعكس انا في السوشيال ميديا او في اليوتيوب نعطي واحد البيئه زوينه واحد المحيط زوين عليا مع صحاباتي واحد كما نقول واحد نموذج زوين طاقه ايجابيه. نبقى نطلع انا كل مره نزافط انا وصحاباتي مدابزه مولا نعطيكم حتى طاقه سلبيه ما كيعجبنيش وغيتهناو اصحاب القلوب الضعيفه. انا ما مدابزاش مع كنزه ما مني ندابز اكتينا في تركيا وضحكنا ونشطنا وان شاء الله غنسافر انا وياها وغنتلاقاو ونزلت المغرب غنتلاقاو ويلا جات عند الامارات مرحبا بها. فبالعكس كنزه اختي وحبيبتي وكل شيء يعني بالعكس بيناتنا غير الخير وتجمعنا في واحد الصدفه زوينه وبقاو عندنا ذكريات زوينه. دابا كل ما والله نشوف لي فيديو ديالها في تركيا كنبقاو نضحكوا كنصيفط لها بريفي راه ديما كنهضروا ما يمكنش خصني نطلع في التيك انستغرام طاقي وطاقيني باش تعرفكم انا باش عرفوا حنا كونتاكت. لا
العكس ديما مجموعين ديما ضحكين ديما ناشطين. ايوا مش شنيتكم بعيد راكم دابزين مع كذا راكم دابزين. انا ما دابزه مع حد، ما عندي مشكل مع حد، انا انسان. هذا الانسان ما عجبنيش انا الزو غندير له قرب نحطو صلب بلا تقرقيب. ما عنديش داك انني خصني نخرج ونتعاطى معاه في السوشيال ميديا او نتعاطى معاه في ال... راه حتى في الميساجات ما نشبعوش هضره وما نتعاطاش معاه. ما عنديش ما ما ما, ما, ما تربيتش هكا اصلا. فالحمد لله على هاد النعمه التربيه. فبلاش نبقى انايا بحال راني جالسه في السوق كنتعاطى مع عبد الله. هادشي اللي كاين. فهاد الميساج كان يجيني بزاف، فقلت هنايا نقول لكم باش كلشي يسد هذا الموضوع. انا وكذا اخواتات وصحابات وعشر بيناتنا من هاد الفيديو كنقول لها كنزه بوسه عليك كبيره وكنحماق عليك اي لاف يو وليلي اختك عليا والله يخليك ديما الفوق فوق ونشجعك دير مستقبلك والله يسهل عليا حتى انا ندير مستقبلي والله يسهل على بنات بلادي كاملين. وخليكم انا نجيكم اخر الفيديو لانني معطل لك نحصور لكم فيديو باش نتكا باش نريقل ناسي باش نبقى نطلع لكم ديما ندير لكم لي فيديو. الا كتبغيوني وكتبغوني كبنت بلادكم وكتشجعوني ما تنساونيش بقاو تشجعوني باللايكات وبالاشتراك وبلا ميساج زوينه باش ان شاء الله نزيد القدام وديما نعطيكم لي فيديو ديما نصور لكم الجديد. بوسه لكم كبيره. يلا السلام عليكم الى فيديو جاي كنحماق عليكم.